هنتكلم في الشابتر الحالي على تصميم الأعمدة. والأعمدة أجزاء من جزء من أجزاء الماكينات اللي بتبقى منتشرة انتشار واسع في جميع الماكينات، سواء التقيلة أو الخفيفة منها. طالما بيكون عندي في باور بتتنقل، بيكون في عندي عمود. العمود ده ممكن يبقى الكروس سكشن بتاعه ممكن يبقى سوليد او ممكن يكون هولو. اولا مبدئيا الاعمده جميعا دائما بتبقى سيركولر، مفيش عمود مربع، مفيش عمود مستطيل، لكن هو سيركولر، في منه السوليد وفي منه الهولو، وده بيتوقف حسب الديفليكشن وحسب حاجات هنشوفها ايه بعد كده. معظم الاعمده بتتعرض الى احمال متغيره اللي احنا بنسميها فلكتوتنج ستريس، يعني حمل بيتغير بين الصفر والماكسيمم والصفر والمينيمم كل دورة معينة. وهذه الأحمال بتبقى تركيبة أو كومبايند من بيندينج مع تورشن. بعض الحالات بيبقى العمود عليه نوع واحد من الأحمال اللي هو بيندينج بس أو تورشن بس، ولكن دي حالات خاصة. لكن في معظم الأحيان بيكون عليه بيندينج وإيه وتورشن. بالنسبة للأعمدة في حاجة اسمها السرعة الحرجة او الكريتيكال سبيد. الكريتيكال سبيد دي السرعة بالنسبة لعمود معين، لو العمود جري بيها هيحصل له تظهر فيه ظاهرة اللي احنا بنسميها الريزونانس او الرنين. الرنين ده بيبقى فايبريشن عالية ممكن تعمل لي فيلير للسيستم بتاعي. فعشان كده مرحلة الكريتيكال سبيد دي بنحاول نعديها في الاعمدة او نبعد عنها بقدر المستطاع. في بعض الاحيان ما بنقدرش نبعد عنها، لازم نعديها، يعني لازم نمر خلالها خلال التشغيل، زي في بعض المكنات الثقيله زي الهزازات اللي بتستخدم في بعض الصناعات الكيميائيه. بنلاقي ان الموتور بتاعها بيتحرك من سرعه صفر مثلا لغايه 700 لفه في الدقيقه. خلال الحركه من الصفر ل 700 لفه في الدقيقه بتكون الكريتيكال سبيد في الوسط بين الصفر وال 700. فبنستخدم في هذه الحاله بعض الاجزاء اللي هي تحاول تقلل لي الفتره الزمنيه اللي بيعدي بيها السيستم مرحله كريتيكال سبيد، اللي هو زي الدلتا ستار سويتش، المفاتيح الدلتا ستار الكهربائيه دي بتستخدم في مثل هذه الامور. الكريتيكال سبيد لعمود معين بتتوقف على حجم العمود وعلى كحجم كابعاد واللي عليه ايه ومتركب عليه ايه، والعلماسس كمان او الكتل اللي هي ان كونتاكت معاها. بالاضافه لكده الاعمده نتيجه تعرضها للبندنج بيحصل فيها ديفليكشن، وبرضه الديفليكشن يعتبر من ضمن الظواهر اللي احنا بنحاول نعمل تشيك اب عليها بالنسبه للاعمده. وعدم لو احنا ما عملناش تشيك على الديفليكشن ممكن الديفليكشن يحصل في العمود يكون كبير، فده بيعمل مشاكل في الكراسي وهنتعرض له في واحنا بنتكلم على البيرنجز. ولكن دي مشكله من المشاكل الخطيره ان هي لو ظهرت في الاعمده، لو كان في جورنال بيرنج على الحروف، فدي ممكن بتؤدي الى اللي هو ميتال تو ميتال كونتاكت بالنسبه للجلب بتاعه الايه الكرسي نتيجه ايه الديفليكشن اللي بيحصل في الاعمده. هنتكلم دلوقتي على انواع الاعمده او تايب اوف شافتس. اول نوع منهم اللي هو ترانسميشن شافت، ودي الانواع اللي احنا عاده بنقابلها في معظم او في كل التطبيقات الميكانيكيه، اللي هو عمود بيلف بسرعه معينه وعليه احمال بينقلها من مكان لاخر. وبالتالي هو عاده العمود ده بينقل باور من مكان سورس الى سينك او الى ابزوربنج باور يونت اللي هو حمل. يعني ممكن كل عمود ده بينقل حركه من موتور كهرباء او من ديزل انجن بتديني باور، ويوصل هذه القدره الميكانيكيه الى الحمل اللي انا عايز اشغله. ممكن يكون ماشين تول، مخرطه، فريزه، معشطه، ممكن تكون بامب، ممكن يكون كومبريسور، كم زي ما يكون التطبيق اللي عندنا ايه. ده بيبقى الوظيفه الاساسيه بتاعه العمود. في كمان سبيشال ماشين شافتس او اعمده لها شكل خاص زي كرانك شافتس او اعمده كرانكات، ودي يعني بتبقى اعمده بتتعمل لتطبيق معين زي الاعمده في الاكسنتريك شافتس، في الاعمده اللي بتتحرك باكسنتريستي معينه. فدي كلها اعمده خاصه
ليها تطبيقات خاصه في اوضاع معينه. الاعمده كمان في نوع منها او في بعض الاحوال الاعمده بتبقى اعمده ثابته، لان هو العمود في الواقع عباره عن جزء مقطع مستدير، مفيش عمود مقطعه غير مستدير، والمقطع المستدير ممكن يبقى هولو وممكن يبقى سوليد. ممكن بقى العمود نفسه يلف او يبقى ثابت، يبقى ستيشنري. لو كان ثابت احنا عاده بنسميه اكسل، حتى باللغه العامه يقول عليه اكسل. ده ما بينقلش باور، ده عباره عن بيبقى انترميديت شافت، يعني عمود وسيط كده بين عمودين بينقلوا باور، زي ما هنبقى الكلام ده هنتعرض له بعد كده بالتفصيل شويه. ولكن اللي انا عايز اقوله ايه، العمود اللي هو ما بيلفش ده ما بينقلش باور، ما بينقلش تورك، بيبقى وده العمود ده بيبقى الاجهادات اللي عليه او الاحمال اللي بتبقى موجوده عليها احمال بيندنج مومنت فقط. وبالتالي لما بنيجي نصممه على النورمال ستريس، لانه ما بيظهرش فيه شير، لانه ما بيبقاش عليه تورك، ما بينقلش ايه تورك على الاطلاق، في حين الاعمده باقي الاعمده الثانيه بتلاقي عليه سرعه وتورك، فبيبقى عليه بيندنج مومنت وعليه شير فورس. طيب وجود الاعمده في الصناعه بتتوجد ازاي كخامه؟ في ستاندر سايزز ليها يعني او ابعاد قياسيه ليها. في السوق بتبقى موجوده اعمده اكثرها 25 ملي الى 60 ملي بستيب 5 ملي، يعني في اعمده هلاقيها جاهزه، احنا بنسميه حتى بيطلق عليه رمز تلميسيون، بيبقى 25 ملي والستيب بتاعتها 5، يعني ايه 25 في 25 وفي 30، مفيش مثلا 26 او 28، لا في 25 30 40 35 40 45 وهكذا لغايه 60 ملم. ومن كل مقاس من دول بتبقى موجود مجموعه من الخامات المختلفه، الله يستيل مختلفة او ستيل بدرجاته المختلفة، ممكن ده كله نلاقيه في السوق متوفر بنجيب منه ونستخدمه على طول. وبعدين في كمان المقاس التاني بيبقى من 60 ل 110 كل 10 ملي، يعني في 60 مفيش 65، لكن في 60 وبعدين 70 وبعدين 80 وهكذا 110، ومن 110 ل 140 كل 15 ملي، ومن 140 فما فوق كل 20 ملي. يعني انا ممكن الاقي لغاية عمود قطره 500 ملي، يعني 50 سنتي. طبعا دي اقطار ايه كبيرة، وزي ما بقول كل مقاس من ده بيبقى متوفر منه مجموعة من الخامات، يعني بيكون في منه لكل مقاس اكتر من خامة موجود منها بايه بالمقاسات اللي قدامنا دي، اكتر من خامة. والاطوال اللي بتبقى متواجدة في السوق عادة بتبقى 5 متر و 6 متر و 7 متر، ده المقاس الاستاندر اللي باخد منه الطول اللي عندي. لو عندي عمود 5 متر وعايز انا اعمل عمود طوله 70 80 سم 20 سم 80 سم 120 سم 150 سم، بقطع من ده وابتدي اشغله على مكنه التشغيل واوصل بيه للشكل والاقطار اللي انا عايزها. لكن يجي واحد يسال طب احنا نستفيد ايه من ان احنا نبقى عارفين الستاندرد سايزز بتاعت الاعمده؟ لان المفروض انت بتجري عمليه التصميم، اول حاجه تبقى عارف ان انت لو مثلا نفترض القطر بتاعك طلع 21 ملي، حسبت حسابات القطر 21 ملي، يبقى انا لما اجي هصمم على اساس هبتدي ايه، او يبقى انا هستخدم خامه قطرها اقرب قطر كده اللي هو كامل 25 ملي، يبقى هجيب ال 25 ملي وهبتدي اعمل عليه عمليه تشغيل. وبالتالي لو انا مش محتاج ان انا لازم اوصل انزل لل 21 ملي، انا ممكن اخد ال 25 واعمل عليه التشكيلات اللي انا عايزها، وممكن يبقى اقل قطر فيه 23 ملي او 23 ملي ونص، وبالتالي هيبقى مور سيف عندي عن السايز او الدمتر اللي انا حاسبه. يعني انا حاسب ان عمود عشان يشيل هذه الاحمال لازم قطر 21 ملي، لو عملته 22 او 23 هشيل اكتر، لكن لو عملته 20 هيبقى ان سيف. وبالتالي معرفتنا بالحاجات الاستاندر او المقاسات الاستاندر الموجوده في السوق دي بتساعد المصمم وهو بيشتغل، يبقى عنده الفرايتي، عنده الامكانيه الحركه او الديناميكيه في انه يغير او يختار الابعاد المناسبه اللي هو عايزها. هنتعرض دلوقتي الى انواع الستريسز اللي ممكن تكون موجوده على العمود. العمود طبقا للاحمال اللي عليه هتولد عليه اجهادات. الناحيه العمليه بتوضح لنا ان احنا ممكن نلاقي اعمده عليها احمال مختلفه
ممكن نجزها في الحالات الآتية. أول نوع عمود بتبص تلاقي بيطلع عليه شير ستريس ديو تو ترانسميشن باور، يعني العمود ده بيتولد عليه شير ستريس نتيجة التورك بتاعت الباور اللي هو بينقلها، وفي هذه الحالة عادة بيكون العمود ده قصير قوي يعني قصير جدا، فده العمود ده هو بيبقى عليه شير ستريس فقط. في أعمدة تانية بيبقى عليها نورمال ستريس بس نتيجة الايه بيندنج مومنت، او ممكن نتيجة بيندنج مومنت نورمال فورس. ومثل هذه القوة بتتولد البيندنج مومنت على الأعمدة اللي هي ما بتلفش، او اللي هي الأعمدة اللي هي شغالة كأكسل. الأكسل ده ممكن يكون ما بيلفش خالص، ممكن يكون بيلف ولكن ما عليهوش تورك، زي ما هنقول ايه نوضح الكلام ده بعد كده. فمثل هذه الأعمدة بتتصمم على نورمال ستريس. النوع الثالث بيبقى عمود عليه نورمال ستريس ديو تو نورمال فورس بس، يعني ممكن عمود يبقى عليه نورمال ستريس ناتج من نورمال فورس فقط. والنوع الرابع والاخير هو الاعمده اللي بيكون عليها نورمال ستريس وشير ستريس. وفي الواقع معظم الاعمده او ترانسميشن باور شافتس دي بيبقى عليها كومبايند من نورمال وشير ستريس، ودي اللي هي ايه تقريبا 90% من الاعمده بتكون بتشتغل تحت الظرف ايه الرابع اللي احنا قدامنا دلوقتي. بالنسبة لتصميم الشافت، فالتصميم الشافت ده بيتم طبقا لأسس معينة. اول حاجة طبقا للسترينس. فبالنسبة للسترينس، بنلاقي ان العمود بتاعي هيكون عليه اما تويستنج مومنت فقط، او عليه بندنج مومنت فقط، او ان الشافت يكون تحت تأثير تورشن وبندنج. تاني حاجة التصميم ده، التصميم هو طبقا للسترينس، وده اللي احنا بنهتم بيه جدا، لان ده لو انا ما عملتوش مظبوط يبقى معنى كده ان هذا ان العمود بتاعي ده هو مش هيقدر يشيل الاحمال اللي انا المفروض ان هو يشيلها، وبالتالي هيبقى ايه انصف، او مش هبقى انا حققت الغرض مني الغرض من تصميم العمود. لكن الاعمدة كمان لازم تكون ريجيد وستيف، بمعنى ايه اللي لازم تكون ستيبل بالنسبة لعملية الديفليكشن والباكلينج. العمود لو كان عليه كومبريشن بيتولد فيه باكلينج، يعني اللي هو الانبعاج، وبالتالي لازم انا وانا بعمل العمود لو كان اعملها تبقى لازم يكون نسبة القطر الى الطول بنسب معينة، بشرط ان هو لما يتعرض للكومبريشن فورسز ما يحصلش فيه انبعاج او باكلينج. بالاضافة كده الاعمدة لما بيكون عليها بندنج مومنت، ودي معظم الاعمدة بيكون عليها بندنج مومنت، لازم برضو اعمل تشيك اب على الديفليكشن، بشرط ان الديفليكشن بتاعي ما يحديش حد معين، او يبقى في الحدود اللي هي ما تعقش العمود عن القيام بالهدف او الغرض منه اللي هو الغرض المعمول بيه، يعني عشان يشيل الاحمال اللي انا عايز يشيلها ويعيش الفترة الزمنية اللي انا عايزها. يعني كمثال لتوضيح رجيتي، لو انا عندي عمود اهو، العمود ده هو قطره او مقطعه دائري ليه طول معين متثبت على تو بيرينجز عند الحروف بتاعته. هذا العمود هيتعرض لقوة في منتصف، وهي مثلا قوة اف نازلة لتحت. القوة اف دي هتعمل فيه بيندنج مومنت، البيندنج مومنت دون هيخلي العمود السنتر لاين بتاعه اللي هو الافقي دون اللي هو المحور اللي احنا عادة بنسميه زد زد، هنبص ليه مش هياخد الوضع الافقي، هياخد وضع هيبقى جزء كيرفد زي الشكل اللي هو واضح قدامنا ده كده، وبالتالي هنلاقي احرف العمود في الشمال وفي اليمين ما اصبحش عدل، اصبح مايل. فلو نتخيل هنا في هنا كرسي رمان بلي، كراسي رمان بلي موجود عند الاحرف على اليمين وعلى الشمال، المفروض تتركب على اكس عدل. طب الاكس المال ده الاكس المال ده ممكن يمنعها من انها تشتغل او يأثر من عمرها، ده اذا كان كرسي، اذا كان رمان بلي. اذا كان بقى جورنال بيرنج يعني جلبه، فهنبص نلاقي الجلبه ليها طول معين، يعني الجلبه ما هيش تركيز عند نقطه، لا ليها طول معين. الطول بتاع الجلبه اللي هيكون عندي ده هو، هبص الاقي العمود جواه خلى مكان في الاتجاه الطولي، مكان هيبقى فيه الجاب بين اللي مفكوم بيكون فيها الاويل لير، مكان هيبقى ضيق ومكان هيبقى واسع، مما يؤدي الى انهيار العمود بسرعة.
هنتكلم دلوقتي على تصميم الأعمدة اللي عليها twisting moment. وهنا هنتعرض لنوعين من الأعمدة: الأعمدة اللي cross section بتاعها solid circular solid واللي الهولو شافتس، يعني الهولو والسوليد شافتس. في البداية التصميم بتاعنا بيعتمد في الواقع على نظرية السيمبل تورشن ثيوري. يعني لما نبص المعادلة بتاعت السيمبل تورشن ثيوري اللي ظهر قدامنا دي، عبارة عن معادلة بتربط البارامترز المختلفة اللي بتظهر لي على الإلمنت لما بيتعرض لتورك. اول ترم فيها اللي هو تي على اي بولر، تي دي اللي المقصود بيها الام تي او التويستنج مومنت، الاي بولر هو البولر مومنت اوف انيرشيا، تاو الشير ستريس، ار النقطه اللي عايز اشوف عندها الستريس الشير ده على الكروس سيكشن، والار دي بعد النقطه عن المحور بتاع دوران التورك، ثيتا اللي هي زاويه الديفورميشن او اللي احنا بنسميها distortion angle، وجي مودلس اوف ريجيتي، اما ال فهو اللينس بتاع العمود. يعني تخيلنا عندنا عمود اهون ظاهر قدامنا، العمود ده هون في عليه راسم اللي هو الخط اللي ابيض، الراسم ده خط طولي على المحيط بتاع الاسطوانة. لو دخلت من الصورة دي من الحرف الاعلى بتاعها مثبتة وجيت قصرت عليها بلاي او بتورك من الطرف الايمن السفلي ده هون بتاعها، فلاقي ان الراسم الخط الابيض ده هياخد الوضع الاخضر المايل ده، يعني هيميل بزاوية معينة. لو بصيت على الكروس سيكشن بتاعها هلاقي ان نص القطر اللي هو عند تلامس الراسم في الاول اتحرك وخد بزاويه سيتا، وخد الوضع الاخضر بشرط ان ايه المسافه اللي اتحركها الزاويه ايه سيتا دي اللي هي زاويه الديستورشن اللي احنا بنسميها. الاحظ حاجه، الاحظ ان العمود بتاعي دون لو كان طوله هيقصر، يعني لو بدل ما الطول دون لو كان مثلا 100 مللي لو بقى 200 مللي اعتقد ان الزاويه سيتا دي هتزيد وهكذا. يعني كل ما الطول بيزيد كل ما الزاويه سيتا دي بتزيد، يعني في علاقه عكسية بين السيتا وبين الال. نفس الكلام كل ما المعدن بتاع الاسطوانة ده كان جاسئ كل ما ايه قيمة الزاوية سيتا يحصل لها برضو ايه هتقل وهكذا. يعني اذا في مجموعة من البارامترز دي اللي هي موجودة في المعادلة اللي فوق دي كلها مرتبطة مع بعض. لكن اللي احنا بيهمنا في هذا الموضوع ايه؟ ان المعادله اللي احنا شايفينها فوق دي فيها 3 ترم، ترم يمين وترم شمال وترم في الاوسط. لو خدت الترم اللي في الاوسط اللي في الشمال مع الترم الاوسط الاثنين دول مع بعض وحل المعادله دي الاقيها دي هتديني المعادله بتاعه تاو يساوي ام تي في ار على اي بولر، وبالتالي المعادله اللي احنا دايما بنستخدمها اللي هي ام تي في ار على اي بولر دي جزء من المعادله بتاعه السيمبل تورشن ثيوري، نظريه اللي البسيطه، لان المعادله دي ليها ترم تاني اللي هو تاو على ار يساوي سيتا في جي على ال. لما هبص للشير ستريس الديستريبيوشن اللي ظاهر قدامي دون، الشير ستريس ديستريبيوشن دون ده بيوضح لي تغير الاجهادات القصيه على مقطع ما نتيجه تاثير التورك تي. هلاحظ حاجه، هلاحظ ان في توزيع ان توزيع الشير ستريس بياخد حرف زي حرف الكي الانجليزي، وقيمه الشير ستريس بتبقى ماكسيمم عند ار بتساوي دي على 2، ار اللي هو بعد النقطه اللي بحسب عندها الاجهاد اللي هي عند الفايبر او عند السطح الخارجي للكروس سكشن، وكل ما دخلت لجوه كل ما الار بتقل كل ما قيمه الستريس بيقل لغايه لما بوصل عند مركز الدائره دي اللي هو المحور زد زد، لان المحور زد زد عمودي على المقطع اللي ظهر قدامنا. عند المركز ده هو بلاقي ان السيس بتاعي بيساوي صفر، ليه؟ لان الار بتاعت النقطه بتاعت المركز بيساوي صفر لانها منطبقه على المحور ايه نفسه. وبالتالي فتي في المعادله
واحد اللي قدامنا دي تي اللي هي تويستنج مومنت اور تورك اكتنج اون ذا شافت اللي هو قيمه التورك اللي بيأثر عليه بتاعه على الشافت بتاعي، الاي بي اللي هو البولر بوينت اوف انرشيا اوف ذا شافت اللي هو المومنت اوف انرشيا حوالين المحور اللي بيحصل حواليه الدوران، وهنا المحور اللي بيحصل حواليه الدوران بتاع التورك هو المحور زد زد اللي هو الاكس بتاع العمود. تالت حاجه تاو اللي هو الشير ستريس جنريتد في الشافت، وشير ستريس بتتراوح من قيمه صفر عند السنتر بتاع السكشن الى ماكسيمم فاليو على الفايبر الايه الخارجيه. R اللي هو radius of shaft او بمعنى اصح R ده اللي هو radius of shaft اللي هو بيديني اكبر بعد للنقاط اللي انا اللي هو السطح الخارجي خالص اللي هو النقاط اللي بيحصل عليها شير ستريس اللي هو السطح الخارجي. ولكن R دي هنا وهي في المعادلة نمرة واحد دي بتتغير من صفر لدي على اتنين، يعني R دي قيمة variable بتتغير من صفر الى دي على اتنين. وبعدين ثيتا دي بنسميها الانجل اوف روتيشن اوف شافت اوف ذا سيكشن، ودي عاده بتبقى بالريديان، عاده بتبقى بالايه بالريديان. بكده يبقى احنا اتكلمنا على المعادله البسيطه او معادله اللي الايه البسيطه دي اللي احنا نستخدمها في التصميم بتاعنا. هنتكلم دلوقتي على تصميم سوليد شافت الراوند اللي هو السيركلر. يعني احنا عارفين لو احنا عندنا مقطع قدامي ده بيمثل لي مقطع بتاع عمود دائري قطره دي، وبالتالي فالبور مومنت انرشيا المقصود بيه عزم القصور الذاتي حوالين محور الدوران اللي هو حوالين محور الاكس بتاع العمود ككل اللي هو نقطه السنتر بتاع السكشن، فهو اللي هو الاي بول بيساوي باي دي اس 4 على 32، لان الاي بولر دي عباره عن 2 الاي اكس او الاي او 2 الاي واي، لان الاي اكس بالنسبه للدائره يساوي الاي واي والاي اكس بيساوي باي دي اس 4 على 64، وبالتالي فالاي بولر هي باي في دي اس 4 على 32. وبعدين وبالتالي فاحنا ممكن من معادله سيمبل تورشن ثيوري هنلاحظ ايه، هنلاحظ ان التي بتاعتي على باي دي اس 4 على 32 رفعها ل 32 فوق، يبقى 32 تي على باي دي اس 4 هتساوي التاو على الار، والار هنا عندنا بكام؟ بدي على 2. انا باخد دي بدي على 2 لان بعمل عمليه تصميم، فانا باخد الفايبر اللي بيحصل عليها ماكسيموم ستريس، وبالتالي الفايبر الخارجيه عند ار ماكسيموم اللي هي بتساوي دي على 2. حللناها هلاقي ان تي او التورك بتاعي هيساوي باي تاو دي تكعيب على 16، او ان دي بتساوي الجذر الثالث 16 تي على باي في تاو. المعادله ان 4 دي هي دي بتستخدم لحساب قطر عمود معرض لتورك او بالزمام على اساس التورك فقط. نلاحظ ان انا عشان اجيب قطر عمود من هذه المعادله يبقى لازم اكون عارف حاجتين، قيمه التورك المؤثر و الشير ستريس بتاعت الخامه او الالو والشير ستريس بتاعت الماتيريال بتاعت هذا العمود. هننتقل دلوقتي بالنسبه للهولو شافت، والهولو شافت هنلاقي ان البولر مومنت انرشيا بتاعه بيتوقف على دي اوتر ودي انر بتوعه او القطر الخارجي والقطر الداخلي بتاعته. واحنا بنستخدم الهولو شافت في حالات في بعض الحالات اللي ليه بعض المزايا هنذكرها فيما بعد. يعني مثلا لو انا عندي دلوقتي اهو عمود اهو هولو، هذا العمود الهولو له قطر خارجي دي اوتر وقطر داخلي دي انر والطول بتاعه ال، فا اي سيكشن من لهذا العمود زي اللي مرسوم قدامنا دوت هنلاقي ليه خصائص معينه، ليه بولر مومنت انرشيا اي بولر بتساوي باي على 32 في دي اس 4 ناقص دي اس 4، ودي المعادله دي اللي بنستخدمها في حساب البولر مومنت انرشيا للاعمده الهولو. ونلاحظ هي تفرق عن الثانيه ايه عن العمود السوليد ان هي مكان دي اس 4 ناقص دي اس 4 اللي دي اس 4 اوتر ناقص دي اس 4 انر بيكون مكانها في المعادله بتاعه السوليد ان هي ايه دي اس 4 بس، لان مفيش دي ايه مفيش غير قطر واحد. او بمعنى اخر لو قلنا ان دي اوتر دي هي دي اكسترنال او دي بتاعه العمود السوليد ودي انر هتبقى بصفر، فتطلع ايه نفس المعادله السابقه اللي احنا استخدمناها قبل كده. عادة احنا بنفترض في حاجة اسمها دامتر ريشيو كي اللي هي دي انر على دي اوتر. لأي عمود هولو شافت بنستخدم حاجة اسمها الدامتر ريشيو او دايمنشن ريشيو
دي انر على دي اوتر، نديها الرمز كي، ونلاحظ ان دي انر على دي اوتر دي طبعا طبعا دائما اقل من ايه، من الواحد الصحيح. لما نبص لهذه المعادله وهنعوض بيها في المعادله السابقه، هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان التي تساوي باي في التاو على 16 دي اوتر في دي اوتر اس 4 ناقص دي اس 4. يعني هنا احنا حاطين اهو الار بدي اوتر على 2، لان انا هنا دلوقتي اللي هي الار اللي هي في المعادله بتاعه الشير ستريس الرئيسيه، حطيت الار بكام؟ بدي اوتر على 2، لان انا عايز احسب او بصمم على اساس الماكسيمم شير. الماكسيمم شير اللي هتولد في الايه، في الجزء، هو اللي بتولد على الفايبر الخارجيه اللي هي البعد بتاعها عن مركز السكشن بتاعي، هتبقى دي اوتر على 2. وهحط الاي بولر بدي اس دي اوتر اس 4 ناقص دي اس 4 على 32، هتطلع لي المعادله اللي هي قدامي بالشكل ده. لو احنا حاولنا نختصرها شويه او نحط مكان كل دي انر، نحط مكانها كي دي في دي اوتر، هتطلع المعادله تي باي تاو على 16 دي اوتر في دي اوتر اس 4 في 1 ناقص كي اس 4. لو حاولنا نحط المعادله دي في صوره دي اوتر في الطرف الشمال وبقيه البارامتر في الطرف اليمين، هتديني ان دي اوتر تساوي الجذر الثالث 16 تي على باي تاو في 1 ناقص كي اس 4، حيث الكي اللي هي دي انر على دي اوتر، التي اللي هو التويستنج مومنت، والتاو اللي هو الاول شير ستريس. ونلاحظ ان المعادله دي، المعادله الرئيسيه دي اللي قدامنا دي، هي المعادله اللي بتستخدم في تصميم او في ايجاد قطر او اقطار الاعمده الهولو المتعرضه الى تويستنج مومنت. طبعا في مثل هذه المعادله لازم يكون انا في الاول بفرض كي معينه، يعني مثلا اقول كي بتساوي نص، او كي بتساوي 75% او بتساوي 4 من 10 او 6 من 10، دي لازم انا بفرضها في الاول، لان انا منها لازم احطها هنا في المعادله 6 علشان اجيب منها اجيب دي اوتر، وبعد كده اعوض في المعادله الفوقانيه اللي هي قدامي فوق دي اللي هي كي تساوي دي انر على دي اوتر، هقدر اجيب قيمه الايه الدي انر، وبالتالي يبقى دي اوتر ودي انر بتوعي معروفين، وبالتالي ايه تم او استكمل تصميم الايه العمود. وزي ما مكتوب قدامنا دلوقتي ان هذه المعادله تستخدم لايجاد الابعاد بتاعه العمود الهولو، ويجب ان احنا نلاحظ حاجتين مهمتين. الهولو شافتس بتستخدم بالنسبه في تطبيقات اللي بيبقى فيها باور عاليه، يعني نقل باور عاليه، وخصوصا في المارين ماشينز او في الحاجات اللي هي فيها باور ترانزيشن عاليه جدا جدا جدا، في الحاجات البحاري الماكينات البحاري، فعادة بنعملها هولو شافت. ليه؟ لان الهولو شافت ميزتها ان القطر ان 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 مساحة السكشن، يعني لو جبت عمودين، واحد سوليد والتاني هولو، والاتنين متساويين في المساحة. يعني ايه متساويين في المساحة؟ يعني العمود السوليد هتبقى مساحته باي دي تربيع على 4، والعمود الهولو هتبقى باي في دي اوتر تربيع ناقص دي انر تربيع على 4، وكانوا الاثنين دول متساويين، يعني معناها مساحه السكشن كمساحه متساويه، طبعا اكتر هتبقى مختلفه. هلاقي ان العمود الهولو تحمله الاي بتاعته تبقى اعلى، وبالتالي فيبقى تحمله او مقاومته للديفليكشن هتبقى اعلى، وبالتالي فهو بيبقى ايه السترينس مور سترينس عن العمود السوليد. وعشان كده احنا بنلجا للاعمده الهولو لما بنكون عايزين نقلل الديفليكشن. وعشان كده بالنسبه للسبندل بتاع مثلا بتاع المخرطه او في الماشين تولز كلها، احنا بنحاول نقلل الديفليكشن بقدر المستطاع عشان عمليات الدقه في عمليه التشغيل، لما بتيجي عليها قوه التشغيل اللي هي الكاتنج فورسز مثلا يعني. فعشان كده احنا بنلاحظ ان بنستخدم دائما اعمده هولو في الماشين تولز، في تصميم الماشين تولز. نحب بس هنا دلوقتي نتعرض لنقطة مهمة، وهي ان التورك اللي بيأثر على العمود او اللي بيظهر على العمود من اعمدة من باور ترانسميشن شافتس، هو اساسا ليه علاقة بيرتبط
مع الباور المنقولة بالعلاقة الباور تساوي التورك في أوميجا اللي العلاقة اللي هنكتب لها سبعة دي بي تساوي تي في دبليو في أوميجا، حيث بي اللي هي الباور وتي اللي هو التورك أو التويستنج مومنت والأوميجا هي السرعة الزاوية أو الأنجلر فيلوسيتي. وبالتالي فإن البي هتساوي التورك في 2 باي إن على 60، وثابت التحويلات ممكن نحطها في الصورة 2 باي ان تي على 4500 او ان تي تساوي 4500 بي على 2 باي ان، حيث تي اللي هو تويستنج مومنت بكيلو بوم متر، وان اللي هي السبيد او الريفوليوشن بير مينيت بالار بي ام، والباور ترانسميشن الباور ترانسميتد بي هي الباور ترانسميتد او ترانسميتد باور بي بالحصان هورس باور ميكانيكال هورس باور. لاحظ برضو ثابت التحويل ان الواحد كيلو وات بيساوي 1.34% حصان، ودايما دي ما ننساهاش ان ان الحصان الميكانيكي اصغر من الكيلو وات باور، نبقى ايه عارفينها النسبه اللي هي ايه 4 على 3 او 1.34%. هنشوف دلوقتي مثال على تطبيق هذا الكلام. لو انا عندي شافت ترانسميت باور 5 كيلو وات عند سرعه 500 ار بي ام، احنا دلوقتي بنتكلم دلوقتي على ايه؟ على التحويلات بس، ازاي نقدر نتعامل مع المعادله اللي فاتت. فانا هلاحظ حاجه ان الباور تساوي 5 كيلو وات، معناها ان 5 في 1.34% تساوي 6.7 حصان، ومعنى كده ان التورك بتاعي بيساوي 4500 الباور على 2 باي ان، يعني التورك بتاعي هيطلع لي 96 نيوتن متر. نيوتن متر، لاحظ هنا انا شغال هنا بوحدات النيوتن متر بالنسبه للتورك والباور بالنسبه بالحصان. كمان لازم ناخد بالنا حاجه، في بعض الحالات بيكون عندي على العمود في طارات، والطارات دي عليها شد عن طريق سيور. يعني اللي ظاهر قدامي دلوقتي عمود وعليه طاره نص قطرها ار، الاحظ في السايد فيو اللي مرسوم عندي الاقي ان الطاره بيبقى عليها تنشن تي 1 وتي 2، وفي التورك بيلف او ده اتجاه الدوران ونفس اتجاه التورك المؤثر اللي هو معمول بالسهم الاحمر مكتوب عليه تي. معنى هذا الدوران ايه؟ انا في عندي شد على الطاره ده، هي الطاره دي عليها سير وعليها شد تي 1 وتي 2، تي 1 ناحيه الشمال وتي 2 ناحيه اليمين. اتجاه الدوران ده يعني لي ان تي 1 اكبر من تي 2، وده مهم قوي لان تي 2 دي هي في الاول دي احنا بنسميها التايتنج فورس او قوه الايه الشد الاولي. ان انا بيكون عندي طنبوره على العمود مثلا زي اللي قدامنا ده، وفي عليها سير بيخش على طنبوره ثانيه، فلازم بين الطنبورتين او بين الطارتين دول بيكون في سير عشان ينقل الحركه. السير ده ما اقدرش احطه الا ما يكون مشدود، لكن لو اتحط مرخي بين الطارتين طبعا بالتاكيد مش هينقل الباور. فاللي بيحصل ان احنا بنصغر المسافه بين السنتر لاين بتاع العمودين ونحط السير، وبعد كده عن طريق زرجينة بنشد احدى الطرتين بعيدا عن الطرة الاخرى، بشرط لغايه لما السير يبتدي ايه يتشد على الطرتين ويبقى مشدود مش مرخي، وبالتالي بيظهر في شد اللي احنا اللي هو اللي هنا حاطينه احنا بايه بتي 2. لما بيجي يلف الطاره دي العمود لو كان العمود ده هو اللي هيلف في الطاره دي، فالعمود ده بينشأ فيه تورك، التورك ده قيمته هي بتضاف على قيمه التي 2 وتديني الاثنين مع بعض يديني تي 1، وبالتالي فتي 1 ناقص تي 2 هي دي قيمه الفورس تي 1، لو شلت منها تي 2 هي دي قيمه الفورس اللي بتاثر لي على ايه؟ اللي بتاثر لي على هذا اللي هي بتنشئ لي التورك في الطاره دي. ودي من الحاجات اللي احنا ايه لازم نبقى واخدين بالنا. وبالتالي فان زي ما هو باين قدامي في المعادله نمره 8 ان التورك عباره عن التنشن تي 1 ناقص التنشن تي 2 في ار، ده الايه ده التورك الناشئ. ولكن الطاره دي بالشد اللي عليها هيبقى في هنا قوه راسيه موجوده في منتصف العمود عند وجود الطاره، قوه كونسنتريتد لود او قوه مركزه قيمتها تي 1 زائد تي 2. لان لو كان عندي لو اتخيل ان انا عندي الطاره دي على العمود وانا شديد عليها السير وانا شادد السير بايديا الاثنين سير من كل ناحيه، طبعا معنى كده ايه؟ معنى كده ان العمود بتاعها هتلاقيه الحمل اللي جاي عليه من الطاره هو مجموع تي 1 والتي 2. وبالتالي فالتي 1 التي 1 والتي 2 دول هما دول القوتين، تي 1 دي التنشن وتي 2 بنسميها التايتنج ايه
سايد فورس. ودي ناخد بالنا من دي طريقة حساب التورك في حالة الطنابير اللي بتتحط على الأعمدة. نلاحظ دلوقتي في ملاحظتين لازم ناخد بالنا منهم. الملاحظة الأولى، أولا بالنسبة للطارة دي وعليها وهي في الوضع بتاع الاستيشنري كونديشن، الاستيشنري كونديشن هو اللي هو أنا بعد ما بركب كل طار أو الطارتين، لو إحنا دلوقتي عندي عايز انقل الحركة بين عمودين بحط على كل عمود طارة بأقطار معينة، ممكن أقطار كل واحدة طبعا بيكون واحد عليه كبير واحد عليه الطارة الكبيرة والتاني عليه الطارة الصغيرة وبينهم سير، وزي ما بقول بصغر السنتر ديستنس اللي هي المسافة بين العمودين، بقربهم من بعض واركب السير، وبعد كده ابتدي بزرجين بشد طارة ابعدها عن التانية، احدى الطارتين او العمود بالطارة اللي عليه بشده بعيد عن العمود التاني عشان يحصل فيما يسمى بالانيشال تايتنج اللي هو اللي احنا بنديله رمز T1. وبالتالي في حالة لما بيكون الطارات والسير ثابتين يعني لسه ما اتحركوش لسه ما شغلناهمش ما جاتلهمش باور، فبيبقى السير عليه زي اللي قدامي دلوقتي، ان الطار هنا معناه ما بيلفش معناه ما فيش تورك، يعني تي بيساوي صفر، معناه ان هنا في على حرف السير من الطرفين في T1 وT2، معنى كده ان القوة اف اللي بتبقى موجودة عند الطارة ككونسنتريتد لود كقوة مركزة وبتأثر على العمود هي قيمتها اف بتساوي 2T2، ده في حالة الوضع الاستيشنري. ونلاحظ ان القوة دي هي دي القوة، وبالتالي بتبقى دي القوة المسؤولة عن البندنج مومنت اللي بيظهر على العمود. طيب لكن اول ما بيحصل بقى عملية الدوران الرننج بلاقي ان التي التورك اللي عندي ما بقاش يساوي صفر، اصبح يساوي قيمة بتوقف على الباور وعلى السبيد، وبالتالي هبقى الاقي هبقى الشد هيبقى تي 1 وتي 2 ما بقاش تي 2 وتي 2، وبالتالي هيبقى قيمة الفورس المتولدة هي تي 1 زائد تي 2 زي ما واضح قدامنا، يعني قيمة القوة اف دي يبقى اللي هي بتأثر على العمود اللي بتعمل البندنج مومنت بتساوي 2 تي 2 في حالة الوضع الاستيشنري، وفي حالة الرننج بتساوي تي 1 زائد تي 2، وانا عارف ان تي 1 اكبر من 2، وبالتالي فالعمود بيبقى مجهد في حالة الرننج بدرجة اعلى منه في حالة في الوضع الاستيشنري. دي اول نقطة لازم ناخد بالنا منها. النقطة الثانية، ان لو تخيلت انا ان الطارة دي هي اللي على العمود ده هو بتنقل باور معينة مثلا عند سرعة بتنقل مثلا 5 حصان عند سرعة 500 RPM، فبيتولد عليها تورك، التورك ده هو ده لو قسمت على نص قطر الطارة بيديني القوة تي 1 ناقص تي 2 اللي هو الفرق بين القوتين، لان هي دي القوة اللي نشأة من التورك او اللي التورك بيعملها، اما نشأة من التورك او التورك بيعملها بيتوقف على هل الطارة دي درايفر او دريفن، هل دي قائد ولا منقاد. هنتكلم ده برضو الموضوع ده هنتكلم عليه بعض التفاصيل اكتر لما نتعرض للسيور، ولكن اللي انا عايز اقوله ايه، ان لو الطارة دي بتلف بسرعة 500 انا عندي من الباور بتساوي التورك في اوميجا، معنى كده ان لو باور 500 عند باور 5 حصان عند 500 لفه عند 500 RPM هتديني تورك معين. طيب لو العمود ده ما كانش بيلف عند 500 كان بيلف عند 1000، هل التورك اللي هيتولد على الطاره دي هيزيد ولا هيقل؟ بالتاكيد طالما ان السرعه زادت لازم التورك يقل. ليه؟ لان حصل ضرب التورك في الاوميجا يساوي مقدار ثابت اللي هو الباور ثابته، يبقى طالما ان السرعه هتزيد لازم التورك ايه يقل، والعكس صحيح لو السرعه قلت بدل 500 بقت 250 هلاقي ان التورك ايه بتاعي يزيد، وبالتالي كل ما السرعه تزيد او السرعه تقل عن طريق عدد اللفات ده معناه ان التورك بيتغير، معناه ان قيمه التي 1 الناتجه عن التورك بتتغير، معناها ان العمود بتاعي بيجهد اكتر او اقل حسب قيمه التورك المؤثر عليه. وبالتالي كل ما كان لو انا عندي عمودين ليهم نفس المواصفات عليهم نفس طنبورتين عليهم نفس السيرين والاثنين بينقلوا نفس القدره، واحد بيلف عند سرعه 500 والثاني بيلف عند سرعه 1000، لازم اتخيل وانا بصمم هلاقي ان العمود اللي بيلف عند سرعه 500 قطره نتيجه ان السرعه الكبيره بتاعته صغيره 500، هلاقي ان التورك اللي هيبقى عليه كبير وبالتالي قطره هيطلع اكبر من العمود اللي سرعته كام 1000 RPM، ودي ملحوظه ناخد بالنا منها شويه. وبالتالي لو لخصنا
تصميم الشافت اللي عليه شير ستريس، هنلاقي ان احنا دلوقتي عندنا في الاصل عندنا حالتين، هو سوليد شافت وهولو شافت. بالنسبه للسوليد شافت فالمعادله بتاعته هي دي، بصممه يعني بجيب القطر بتاعه من المعادله دي تساوي الجذر الثالث لل 16 تي على الباي في التام، وطبعا ده محسوب على اساس ان الديستريبيوشن بتاعه اللي هو حرف الكي اللي قدامي دون، والماكسيمم بتاعي اللي هي الواي في المعادله الاصليه بتاعه التاو كنت انا حاططها بكام؟ بدي على 2. وبالتالي فالمعادله دي هي اللي بيستخدمها في التصميم لما يكون العمود بتاعي عليه شير فقط بالنسبه لو كان سوليد. اما لو كان هولو فاحنا عارفين العمود الهولو هيكون ليه قطرين، واحد داخلي والتاني خارجي. الخارجي لو كان دي اوتر هيكون الداخلي دي انر، وهيكون النسبه بين دي انر على دي اوتر اللي هي اقل من واحد اللي احنا بنسميها كي. وبالتالي بقدر اجيب القطر الخارجي دي اوتر من العلاقه جذر ان دي اوتر بتساوي جذر الثالث 16 تي على باي تاب في 1 ناقص كي اس 4. ولاحظ ان هو عندي ايه حاجه، ان توزيع الشير ستريس عندي هو نفسه شكل الكي ولكن مش كامل، بمعنى ان المنطقه اللي فيها الشير هي المنطقه الصف، التوزيع الشير هي بس المنطقه المظلله بالاصفر فقط، ولكن اللي جوه المنطقه الوسطانيه دي عند ار اللي هي من ار تساوي صفر لار تساوي ار انر، او من صفر لغايه دي انر، دي منطقه هولو اللي هو الهواء دي ما فيهاش ستريس اللي هو العمود من جوه اللي هو ايه اللي هو حرف الجد الكي الداخلي، لكن المنطقتين اللي فوق وتحت اللي هم الصفر دول هم دي المناطق اللي فيها الشير ستريس، وده التوزيع بتاعها على السكشن ككل. بكده يبقى احنا خلصنا تصميم الأعمدة المعرضة إلى شير ستريس نتيجة تورك.